إذا شهدت طرق ولاية باتنا نهار اليوم حادثي مرور مميتين، الأول وقع منتصف نهار اليوم وخلف هلاك شابين في العشرينيات من العمر على مستوى الطريق الوطني رقم 88 في شقه الرابط ما بين باتنا وخنشلة تحديدا بإقليم بلدية سيدي معنصر، والذي راح ضحيته شابين في العقد الثاني من العمر إثر اصطدام عنيف بين شاحنة ذات مقطورة محملة بالرمل وسيارة سياحية. الحادث الثاني وقع قبل قليل فقط على مستوى الطريق الوطني رقم 78 بالمكان المسمى مقوسة ببلدية بومقر دائرة نقاوس، والذي أدى إلى هلاك شخصين بعين المكان، تم تحويلهما أو تحويل جثتهما إلى مصلحة الحفظ بمستشفى نقاوس. كما تدخلت كذلك مساء اليوم وحدات الحماية المدنية لدائرة مروانة وكذلك رأس العيون من أجل نقل 3 أشخاص إثر حادث مرور ثالث. وبذلك نجدد نداءتنا للإخوة المستمعي الطريق لتوخي الحيطة والحذر والتقليل من السرعة.